السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم النهاردة عن شجرة الأكاسيا ميدوزا. الأكاسيا ميدوزا من الأشجار الجميلة، تعتبر من أجمل الأشجار المزهرة. يعني زي ما انتم شايفين كده، الشجرة عاملة زي الأمبريلا، وعليها من فوق مجموعة الورد الجميلة دي، وأحيانا بتكون من تحت نازلة الزهور، شكلها روعة. يعني شجرة جميلة جدا. أوراقها مركبة، وكل ورقة بتعتبر دي وريقة، كل دي وريقة، هي كلها ورقة واحدة، دي وريقة، والوريقة دايما كل واحدة فيها ورقتين بتنتهي وورقتين كده. الشجرة دي من الأشجار الرائعة، واللي مش سهل زراعتها، بتزرع أصلا بالتطعيم على أكاسيا فيستيولا. يعني أنا بزرع الأول بذور الأكاسيا فيستيولا، وبعدين بطعم عليها الأكاسيا ميدوزا. يعني بعد سنة، بعد ما بزرعها الأكاسيا فيستيولا، وبعدين أطعم عليها من الأكاسيا ميدوزا. مش سهل الزراعة بتاعتها، عشان كده هي مش منتشرة كتير، وعشان كده هي بتعتبر أغلى شجرة ممكن تشتريها، هي الأكاسيا ميدوزا. الأكاسيا ميدوزا زي احنا شايفين كده، ممكن تجمل بيها مكان، أو يعني المكان ده كله، أدي شجرة في النص، دي هي اللي عاملة المنظر والجمال ده كله. في كل منطقة في شجرة زي كده بتجمل المكان، وبتدي منظر للمكان وقيمة للمكان ده. طبعا في مناطق، يعني عندنا مناطق كثيره كانت مزروعه اصلا اكاسيا فيستيولا، علشان طعم عليها اكاسيا ميدوزا، وبعدين التطعيم، يعني هنلاقي في مناطق كتير كانت مزروعه اصلا اكاسيا فيستيولا، وكنا هنطعم عليها اكاسيا ميدوزا، ما حصلش التطعيم او ما نجحش التطعيم، فنلاقي الشجر كله بتاع المنطقه دي طلع أكاسيا فيستيولا، وعامل أزهار صفرة بتاعة الأكاسيا فيستيولا، مش أكاسيا ميدوزا. فالأزهار بتاعتها كمان شكلها جميل جدا في الربيع، الأكاسيا فيستيولا، وبيعمل بعد كده البذور اللي هي أنابيب طويلة مليانة بذرة، بياخدها علشان نزرعها، علشان نعمل عليها بعد كده التطعيم من الأكاسيا ميدوزا. هي شجرة جميلة، وزي ما احنا شايفين، يعني يكفي الشجرة في منطقة واحدة زي دي كده تعمل ظل، يعني منطقة جميلة في ان هي هتخلي ظل في المنطقة دي، وتعمل شكل جميل، وزهرتها روعة. يعني زهرة زي ما احنا شايفين، البمبة مع الابيض ده مدي جمال وروعة في الزهور، مفيش زهرة اجمل منها. لذلك بتعتبر شجرة الأكاسيا ميدوزا أغلى شجرة وأجمل شجرة في أنواع الأشجار اللي احنا عارفينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.